بالدم والأجراح بكي للمهموم الفرقة معطوب في نظري ما عاد الدنيا تسمح وبعد الغوط نظن هذا الشي مكذوب أحمد بن حمر حل وغيب على الأشباح قابل وجه الله للحضرة مطلوب خلى الوطن موش فواصف رياح وفي حيرة وتخمام نازل على القلوب من فرقة حمدان وربي الأرواح هذه المحنة من همها لكباد الذوب نعزي الأحباب في رايس لمناح هذا حكم الله ما منه شهروب انظر في الكتاب وأقوال الشراح أجل العبد يكون في شبينا مكتوب يا بن حمى صديت وخليت المداح والناس تعزي صادق من القلوب نبت العزة بصورتك فيا مملاح بغنى الله بيك من اتل المرغوب انت ونايك كنت ايامك اسمح عند اهل العقول من حزبك مشغوب اما اليوم بغيت في عثرة وارتياح حالي حال الاتيم لمساحك مضروب لأم ولأب ولوالي للصاح نشكي للرحمن علام الغيوب فرج عني يا إله وعلم لاح وعن جملة الأحباب وكل منه مكروب صبر خلقك على البلاء وكل مطرح واجد بالحسنات وامحي كل الذنوب الناس عايروني حيدا على المقام وانا على حد شدة غرامي والما يخبر الفاتح أشرح قلوبهم للطريق الفهمي والما يذكر الفاتح إمامي والناس عايروني حيدا عن المقام أنا على أحمد نجاة الغرامي والما يذكر الفاتح إمامي واللي كذبوا في خبرك ما هم أسلام تبطل صلاة البابرة والطلبة والبعد من عوام كرهوا طريق حمد بحر الطامي للحوم الهاوية مسكنها بسير الدوام هي مكانها مبيت الظلامي والما يذكر الفاتح إمامي حب الشريف زايد
كنا يومياي بعد النسب لا حمد نزلني في الزمام غلام التجاني قاري وعجمياي يلي عيرتوني بالنص والذمام قلت رخي اسفى حمد غلا ساومياي والما يضطر الفاتح عن عالي المقام تعيد سلامي ياي حموات سيد عيني بينها زرع دام يبني سرايتي ويزيد خيامي ياي يا سعد من يدخلنا في حسنا للنجاب هو ذخيرتي وكنسي وسهمي ياي والما يذكر الفاتح امامي ياي واحمد شفيعنا يوم الزحامي علال بن حيدر بيتا فتح الخيام كصار جناس حفادي الاصنامي بحيدين عني اللي صابق في الزمام نطلب رضانا نجا من لدامي والما يذكر الفاتحين